هاي الهجرة والمهجرين، شوف الذلة هنا بالهجرة والمهجرين، حتى تقولون الإنسان العراقي ما له احترام، معوق وعمره 70 سنة قاعد بالتراب، ما حد يحترمه. وذول الموظفين دخلونهم أكل، الموظفين قاعد يدخلونهم أكل، والعالم بالشمس، هاي كاظ الباب وكاظ الشبابيك، والساعة بالوحدة الظهر، وين وزير الهجرة والمهجرين؟ خليه يجي يشوف البصرة، اللي عنده فلوس يدخل، ما عنده فلوس يظل، وموظفين قاعدين على التبريد، والمواطن برا من تعال أبو خيرة. شوف يا وزير الهجرة حاطينك على الكرسي المن مثلا، بس تاخذ راتب، إذا تاخذ راتب وما تجي تشوف المواطنين يخلص شغلهم راتبك حرام. تعال شوف الموظفين داخل الغرفة، واحد غامز للثاني، وصايرة هاي العالم منتهي، والساعة بوحدة الظهر، شوف من الشباك ومع التبريد، والعالم مستوية.